السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا اليكم من جديد. اليوم غادي نهضر على الجديد ديال اللاعبين المغاربه وشنو واقع معاهم بالتفصيل التفاصيل، او كالعاده كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد، لذلك بدون اي اطاله ندخل مباشره في العمر. والبدايه كنحب نداتكم عن صاري وعلى الماتش والبيت اللي كان ماركاه ضد نادي برشلونه، والهدف اكيد كاملين شفناه البارح، التحرك والتمركز طلب الكره ثم الانهاء الجيد، وما نساوش اكيد حتى الباس ديال لاعب بوباكاري سوماري كان رائع جدا. ولكن اللي لفت الانتباه ديالي وهو غير البارح سبحان الله فاش هضرنا على الهدف اللي كان طيا رحيم سفيان اللي كان في نفس وضعيه نصاري اللي كان ماركا فيها البيت. قلت لكم بان رحيم ما كانش عليه بروسيا بهذه الطريقه لان الحارس كان معمر عليه هذه الزاويه، اذا الحال كان عنده يا اما لعب بين قدمي الحارس او الى السقى ببساطه في السقف ديال المرمى، وهذا كان كلامي بالضبط على هذه الحاله. وفعلا هو في نفس وضعيه نصاري تقريبا اكد الكلام اللي قلناه، وكما كيبان بالواضح لعب بين قدمي الحارس او بالعاميه ديال بيض لك الحارس الالماني مارك اندري تير شتيغن. على العموم كما كيبان بالواضح ان نصاري الماتش ديال البارح كان هو اخر ماتش لما اشبيليا، لهذا تعمد المدرب كيكي سانشيز فلوريس يغيروا في الدقيقه 89 باش يكون زعما نوع من الوداع بينه وبين الجماهير. وحتى نصاري شفناه متاثر بزاف لانه عارف هذاك اخر ماتش لي مع النادي الاندلسي، والوجه الاقرب تقدر كنقول تقدر تكون هي ويست هام يونايتد لعده اسباب. اولا هذا فريق منذ الزمان وهو متشبت به، بل في الموسم الماضي في الانتقال الشتوي كان اتفاق على جميع التفاصيل بين الناديين وباقي غير موافقه نصاري يوسف للانتقال، ولكن هذا الاخير كان رفض رفضا باتا وقاطعا بداعي انه ما كانش باغي يتخلى على الفريق ديالو في ديك الوضعيه الصعبه اللي كان كيعيشها انذاك. ثانيا اللي كيخلي وجهه ويست هام يونايتد هي الاقرب لنصاري يوسف وهو المدرب الاسباني جونيا لوبيتيغ اللي اصبح مدربا جديدا للنادي الانجليزي، وكما عارفين هذا المدرب كيعرف مزيان نصاري بحكم انه كان دربه في اشبيليا. المهم سنرى ما سيحدث في الانتقال الصيفي القادمه، واكيد طبعا غادي يدخلوا نوادي اوروبيه كثير على الخط كما انه بالتاكيد غادي تربصوا به النوادي السعوديه. من الاخر وقولا واحدا كيبقى كل شيء ممكن. وقبل ما ندوز لباقي الاخبار نعطيكم بعض ارقام نصاري مع النادي الاندلسي، واللي كتقول بانه رابع افضل هداف لاشبيليا في الدوري الاسباني في القرن 21 برصيد 51 هدف اللي ماركاهم في 143 مباراه خلف كل من فريدريك كانوتي لويس فابيانو والفارو نيجريدو، وطبعا كنهضروا هنا غير على الدوري الاسباني فقط. ايضا صاري كان هداف النادي الاندلسي في ثلاث مواسم اللهم بارك، والارقام اللي غادي نعطيكم هي مجموع اهداف جميع المسابقات يعني داخل فيها الدوري الاسباني اليوروبا ليج تشامبيونز ليج الكاس وما شابه ذلك. المهم في موسم 2021 و2022 مارك 24 هدف، موسم 2022 2023 سجل 18 البيت، وهذا الموسم في جميع المسابقات مارك 20 هدف. اما بالنسبه للترتيب ديالو بين هدافي الدوري الاسباني لهذا الموسم فاحتل المركز السادس ب 16 هدف مناصفه مع انطوان كريزمان متفوقا على لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس. بالنسبه للتقييم ديالو في الماتش ديال البارح هو 7.6، ومن اسبانيا الى تركيا تحديدا مع الدوله المغربي زياش حكيم اللي البارح توج مع نادي غالاتا سراي بلقب الدوري التركي بعد ما ربحوا نادي كونيا سبور بثلاث اهداف لهدف. وكما عارفين حكيم كان غاب على هذا الماتش الاخير بداية تراكم بطاقات الصفراء. في المجمل وفي اول موسم لزياش مع نادي غالاتا سراي تحديدا بعد العوده ديالو من اصابه قدم مستويات محترمه جدا، بل وكان حاسم في جل المباريات المهمه والصعبه واللي على اثرها توج بلقبي السوبر والدوري التركي. من الاخر كان تاثيره ايجابي على الفريق وكان عند حسن ظن المدرب والجماهير واداره الفريق. وبمناسبه التتويج باللقب زياش حكيم خرج بتصريح اللي كان خفيف ظريف بحيث المغربي قال بالحرف: انا سعيد جدا لقد اصبحت بطلا في موسم الاول مع نادي غالاتا سراي، يعني خير الكلام ما قل ودل. المهم كما قلنا البارح زاهي القاب اللهم بارك في انتظار ايوب الكعبي وابراهيم عبد القادر دياس وكذلك ايضا ياسين بونو. والان نمر عند المغرب الاخر حكيم اشرف، واللي مبدئيا بعد ديما كنت معكم على كلمه واحده بان المغربي حكيمي لن ينتقل لاي نادي وسيستمر مع باريس سان جيرمان. واللي متبع لي مزياره عارف الانتقال الصيفيه الماضيه فاش كانت خرجت عليه اخبار كتقول بان المغربي باغي نو ريال سيتي او واتيفر اي نادي اخر. كنت دائما كنقول لكم قولا واحدا حكيمي باقي في باريس وما غاديش يتزعزع من تما، وفعليا داكشي اللي كان في اخر المطاف. وكذلك مؤخرا نفس البلان قلت لكم نفس الكلام بالتفصيل، وها نحن دا وكيل حكيمي اللي هو اليخاندرو كامانو خرج بواحد التصريح مع قناه سميتها تي في بلاي واكد وقال لهم بما معناه ان حكيمي فرحان ومرتاح والوضعيه ديالو جيده جدا مع النادي باريزي بلاس كيحترم العقد ديالو اللي غادي يسالي حتى عام 2026، فابر على ان التصريح ديالو يمكن يكون دبلوماسي او بمعنى اصح هذا هو المنطق اللي خاصو يتقال في كل الاحوال سواء كانت شي حاجه تحت الطاوله او العكس. فانا كاسلام كلاكيت الف مره كنقول بان حكيمي لن ينتقل من نادي باريس سان جيرمان، والموسم القادم غادي يكمل مع المدرب لويس انريكي. رغم انني عارف ومتاكد في هذا الانتقال الصيفي غادي تبداو تسمعوا بان اشرف بغى هذا النادي مهتم بهذا النادي سينتقل لهذا النادي وهو الى اخره، ولكن في الاخير النتيجه ستكون واحده فقط وهي حكيمي اشرف باريزي في الموسم المقبل كما قلنا سابقا في الموسم الماضي. اما بالنسبه للدوري المغربي الاخر ياسين بونو فاكيد غادي تكون لاحظتوا بانه تم استبعاده من مباراه اليوم اللي كانت كونتر نادي الوحده، والسبب ببساطه وهو المدرب جيسوس قرر ابعاده من القائمه من اجل اراحته قبل مباراه الديربي اللي غادي تكون ضد النصر رونالدو لحساب نهائي كاس الملك، وماشي غير هو فقط بل حتى اللاعب نيفيس، يعني استبعاده من اجل اراحته ليس الا. وحنا اكيد عارفين اهميه بونو في الفريق خصوصا انه عقده لكريستيانو رونالدو، لهذا المدرب حريص على السلامه والجاهزيه ديالو. وما نساوش
ذلك بان الهلال راح حسم الدوري ديالو، بمعنى الماتش ديال وحده كان تحصيل حاصل فقط. وبين قوسين الماتش النهائي غادي يكون ان شاء الله يوم الجمعه القادم على الساعه 7 مساء. وبالمناسبه نور الدين امرابط التحق بتدريب نادي النصر والتحق بالمدرب واللاعبين منهم كريستيانو رونالدو باش يساندهم ضد الهلال في كاس الملك، علما ان نور الدين راه كان لاعب سابق لنادي النصر. والى هنا غادي نكونوا صافي وصلنا للختام، وخير الكلام ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.